اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل اللي بيتابعونا من خلال شاشه القناه الاولى. هيكون المطبخ فيه طعم تاني. عندنا الموزه دايما بناكلها مع خضار صينيه، بندلعها الموزه دي، طبعا سعرها بتفاوت ما بين اذا كانت ضاني او كندوز او خلافه. انا معايا موزه حلوه النهارده بقري، هعملها النهارده مشويه مع بصل مشوي، حاجه جديده كده لان بحب الموزه ما فيهاش عظمه بقى وحته لحمه ملبسه وزي الفل، فازاي نعملها مع بصل مشوي من خير ارضنا. معانا الاوزي، الاوزي ده اكله مشهوره في الخليج وخاصه في المطبخ العربي واللبناني. الأوزي اللي هو بيبقى أوزي صغير بيتعامل معاه رز بالمكسرات، رز باللحمة المفرومة، بياخد بسلة وجزر. أنا هعمله النهاردة الأوزي بالخضار مع المكسرات، حاجة لطيفة برضو، هنعمله مع العيش أو مع الخبز أو مع عجينة الجلاش حسب الرغبة. بمناسبة الحر ودرجات الحرارة العالية، طبعا الشيف المغازي مش حارمكم من حاجة، معانا الآيس كريم بأنواعه. هنبدأ النهاردة مع بداية الأسبوع آيس كريم بالشوكولا، أنا شخصيا بحبه. شوف نعمله إزاي بيتي بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلف. هتعملي شوية قد كده توزع الجيران وحبايبك وأصحاب ولادك وبألف هنا وشفا. من بعد نعمل سموزي، الحاجات الجميلة الحلوة اللي هي بتطفي طبعا درجة حرارة الجو. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة النهاردة، وإزاي أتعامل مع الموزة بسعرها الحلو وشياكتها في المطبخ بطريقة بسيطة وسهلة مع بصل مشوي. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. معايا موزة وزنها تقريبا عامل 650 جرام من جزار حبيبي كده، لقيتها طازة زي الفل، جبتها معايا النهاردة. فتعالوا نعملها النهاردة مع بصل مشوي. دي بتكفي أسرة يعني مكونة من زوج وزوجة وطفلين، لأن أنا هعمل معاها بصل مشوي وهعمل معاها طبق تاني، فتبقى السفرة هنا سفرة قيمتها الغذائية عالية جدا. تعالوا نشوف نعمل الموزة إزاي مع بصل المشوي. البصل نوعين في السوق، البصل الأحمر والبصل الأبيض. معايا الاتنين عشان برضو محدش يقول لك ليه الشيف جاب البصل الأحمر وساب البصل الأبيض. تعالوا نعملها مع بعض كده. مقاديرها موزة وبصل، روزماري، بهاراتنا ملح وفلفل، شويه حبهان حلوين لان الموزه مع الحبهان اللي هو الهيل بيبقى طعمها حلو، والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع. زي الفل اهو تمام. طيب اول حاجه هبدا بيها هشوي البصل. اول حاجه نبدا بيها يا عم الشيف، الموزه مش هتاخد وقت كتير في السوى. تعالوا مع بعض البصل المشوي نشويه ازاي. هو ده معانا البصل الاحمر الحلو ده كده. هنجيب صينيه زي دي كده وناخد البصل ده يا عم الشيف بقشرته وهيتحط في الفرن دلوقتي مع شويه زيت زيتون بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. حاجه سهله كده تقدر تخش المطبخ تعملها بسهوله. شيل دي كده من هنا، نمسك البصلايه دي كده زي ما هي تتحط هنا، نفس القصه. انا عايز القشره بتاعت البصله لان البصل ده لما بيتشوب القشره بتاعته بيبقى فيه طعم المشوي، خلي بالك. طب ايه اللي هيتم بعد كده يا شيف؟ هتدخل القشره مع البصل مع اللحمه؟ لا، انا بعد كده باخد البصل ده بعد ما بيتشوي، تكون الموزه بتاعتي استوت مع البوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم، وادلعها كده مع شويه شوربه على النار، وبعد كده اعمل ايه يا عم الشيف؟ احطها في طاجن. هنشوف نعمله مع بعض ازاي مع بسله وجزر. ممكن تحط لحمه مفرومه، دجاج مفروم، شويه مكسرات حلوين، شويه لوز من اللي قلبك يحبه كده، ونشوف نعمله مع بعض ازاي. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ انا جبت بقوله كده حطيت فيها شويه زيت زيتون، حطيت شويه روزماري، شويه ملح، شويه فلفل، شويه حبهان بالخلطه دي الحلوه دي كده اهو، شايفين الجو ده كده، وبحطهم على وش البصل ده كده. ده الجديد بقى، البصل ده هيتشوي حلو قوي. بعد ما بتشوي يا عم الشيف بناخد قلب البصلايه يتعرف على الموزه، سواء بقى ضاني، سواء كندوز، سواء بقري، سواء وزنها كيلو، واحده ب 600 جرام، 500 جرام، زي ما انت حابب. هناخد البصل ده يا عم الشيف
في قلب الفرن ونشويه دلوقتي مع بعض. العود النعناع الحلو ده كده في قلبيهم. تمام. درجة حرارة الفرن تكون عالية معانا هنا، ونظبط النار بتاعتنا زي الفل، ونشيل الشبكة دي نخليها كده على الوش علشان يتشوي معانا بسرعة. البصل فيه سكريات، فيه مادة متكرملة أنا عايزها. زي ما هي كده مخرجنا الجميل. الصورة الحلوة مع بصل أحمر من خير أرضنا تتحدث عن نفسها بالشكل ده كده. نقفل الفرن، نقفل الفرن. الشاورما بتجيب فراخ تسحبها في قلب البيت. يفضل الشاورما فرخة سليمة كاملة بعد ما تسحبها، يعني تخليها، يعني تشيل العظم منها واللحمة كده زي الشعرة من العجين. حلو الكلام، وما تسيبش لحم مع العظم. بتعمل ايه؟ بتتبلها بزبادي، شوية حبهان ده أساسي. حلو. ايه الموزة الحلوة دي يا عم الشيف؟ ايه الموزة الحلوة دي يا عم الشيف؟ تقطع كده بالشكل ده كده، وبعدين تحطها في قلب التلاجة لمدة ساعتين. ده بالنسبة للشاورما. اللهم صل على النبي. وتطلعها تشويها في قلب الطاسة، وبألف هنا وشفا تلفها سندوتشات، تقدمها مع طبق فتة حلو كده زي ما انت عايز. شايفين الموزة الحلوة دي كده؟ حتة لحمة زي الفل. معانا طاسة على النار، الطاسة دي بنحط فيها معلقة سمنة صغيرة، بصلاية ناعمة صغيرة، مع شوية زعتر محترمين زي الفل، ونارك تكون سخنة كده علشان ايه درجة الحرارة تنجزك بالشكل ده كده. معانا فص ثوم حلو، كل دول في قلب الطاسة يا عم الشيف. نحمرهم كويس. اللحمة بتاعتنا الحلوة دي بتنزل في قلب الخلطة دي تتشوح بالشكل ده كده. النار شديدة بالشكل ده كده اهو. دي ما بتاخدش وقت كتير في السوى، على البصل بتاعنا ما يتشوي بالشكل ده كده. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ الفلفل الأسود يحب الموزة، والموزة تحب الفلفل الأسود، على الوش كده. وهنغطيها زي الفل. بس خلصت الموزه بتاعتي. تاخد الصدمه الناريه زي الفل مع بعض. في الاخر بنطلع البصل المشوي بتاعنا الحلو ده كده، وكله مع بعضه في قلب الطاجن، وندخله الفرن تاني. نغطيها بخرجنا الجميل. ايه الحلاوه دي؟ صلى على الحبيب، قلبك يطيب مع موزه معموله بحب. تمام. نخش على اللي بعده. معانا الاوزي، مقادير الاوزي على الشاشه. اوزي بالخضار مع المكسرات. الاوزي اكله عربيه اصيله من المطبخ اللبناني، من المطبخ السوري، مشهوره معروفه. بتتعمل باللحم الاوزي اللي هو الخروف الصغير، وبعد كده بتتعمل مع رز بسمتي، بتاخد مكسرات. ده الاختصار بتاعه. تعالوا شوفوا ازاي نعمله في المطبخ عندنا بشكل لطيف وبسيط، مع العيش السوري الجميل الحلو اللي هو خبز الصاج او خبز المرجوج، وده معروف اخواننا السوريين طبعا، هنا منتشر جدا. العيش ده دايما تخليه عندك في البيت. عايزه تعملي سندوتشات شاورما، سندوتشات طعميه، حسب الرغبه. المقادير على الشاشه. الاوزي بسله، جزر، رز بسمتي بسله وجزر، رز بسمتي، ومعانا لوز، ومعانا بصل وتوم. جيبوا لي البسله والجزر يا شباب. زي الفل. ده الاساس بتاع الاوزي. وحبة البركة دي أساس للتقديم، أو سمسم حسب الرغبة. حلو قوي. نبدأ نشتغل في الأوزي بتاعنا. طاسة على النار حلوة كده أهي، خش على النار شديدة، اللهم صل على النبي. ونبدأ نساوي الخضار بتاعنا الطبيعي. هنعمله برضو معلية سمنة حلوة، بما أنه ما فيهوش لحمة يبقى فيه دهون أو في بروتين، لأن احنا عارفين السمنة دي طبعا غنية برضو فيها بروتين بالشكل ده كده. فص ثوم حلو. ازاي تعملي أوزي في البيت؟ وميزة الأوزي ده بيبقى حاجة كده لطيفة
بوله صغيره بيبقى فيها الرز، فيها الخضار، فيها العيش، فص التوم الحلو الشقاوه دي كده. ننزل بالجزر بتاعنا لانه بياخد وقت كتير في السوا شويه، زي الفل. معانا بسله، دايما الخضار بيبقى اكتر من الرز في الاوزي. نشوح دول مع بعض، بسله، جزر، بهارات نايل الاوزي يا عم الشيف، بهارات عربيه اكيد، حبهان، قرنفل اللي هو الدارسين، والحبهان اللي هو الهيل، مسميات بتاعته، ملح وفلفل، زي الفل. اهوت معانا البهارات، وبتاعت البهارات دي بتاعتك، يعني مش عايزه هيل ما تحطيش هيل، ولادك بيشوفوه ان هو بيدي مرار مفيش مشكله، بس طبيعي الهيل لو كتر في الاكل بيمرر الاكل. حطينا شويه البهارات بتوعنا، ننزل بالرز. الاوزي اتعمل برز مصري ولا رز بسمتي يا مغازي؟ لازم رز بسمتي. شويه الرز دولت طبعا انا مسويهم شويه علشان ما ياخدش وقت كتير مني على النار، ده الطبيعي طبعا. انت في البيت معكيش لا مخرج ولا معاكي ده وقت، المطبخ مطبخك انت حره زي ما انت حابه. ممكن الرز يستوي في قلب الخضار. خلص الاوزي يا عم الشيف، نسيبه على النار كده، عينيا الاثنين اهو. التقليبه دي مهمه جدا، بنحط شقشاء ميه صغير. يا ويلي يا ويلي، اوزي اتعمل في دقائق معدوده، هنكمل حكايه الاوزي بالمكسرات. موزه لطيفه جميله مع بوكيه جرنيه بصل مشوي، الايس كريم بالشوكولاته النهارده عشان نطفي حراره الجو. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، فرحان بموزه حلوه، كل ما تقعد على النار كل ما تحلو وتبقى حته لحمه ناعمه. هنبص عليها كده، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ حلو قوي. يقول لك ايه؟ ما تبصليش بعين رضيه، بص شوف المدفوع فيا. موزه حلوه وزنها 600 جرام، قطعناها بالسكينه، شوحناها على النار، خدت الصدمه الناريه، حطينا لها شويه البهارات الحلوه. مش هغطيها ولا اجي جنبها، هدلعها لك دلوقتي. شكرا يا غالي حبيب قلبي. الطواجن كلنا عارفين، يا اما فخار يا اما بايركس ازاز زي ما انت عايزه، بس انا معايا موزه حلوه، ليه ما احطهاش في ازاز حلو كده يبان جمالها ودلعها؟ تاخد الشقشاء الميه بتاعنا، حلو قوي، تكمل سواها كده. ناخد بعضينا ونشوف البصل اخباره ايه. خلاص استوت الموزه، واخده البهارات بتاعتها، الفلفل الاسود، البهارات الحلوه. اخبار البصل ايه هنا؟ هو ده الكلام، اللهم صل على النبي. بصل مشوي زي الفل، نشيل القشره بتاعته دي كده. الله، هي القشره سايبه نفسها. نحطه هنا كده. يلا خلينا نقدمها هنا احسن، انا شايف البايركس احسن. ده بصل اهوت، ده الجديد، حط هنا البصل اهو. عايزين الصراحة يعني، أنا لو معايا البصل المشوي ده هسيب الموزة للحبايب والضيوف وآكل البصل المشوي اللي أنا حطيت عليه روزماري وتوم وزيت زيتون. الله، مش عايزة تعمليها بموزة، ممكن تعمليها بفراخ، نفس الفكرة. تجيبي صدور الفراخ بنفس الطريقة، اللي مش حابب ياكلها. ناخد الموزه بتاعتنا الحلوه، نرصها كده في قلب الطاجن ده كده. وحاجه جديده، حته اللحمه الحلوه دي كده. الله، شويه الميه اللي نازلين منها والشوربه الحلوين دول مغذيهم انا اهو. البصل الاحمر هنا هو سيد الموقف، مع العود الروزماري الحلو ده كده.
قرن الفلفل الحلو اللي شكله حلو هيدي برزنتيشن عالي للطبق. عينيا ادلعك دلوقتي. الله، ناخد البصل ده نحطه على الوش كده نفس الطريقه. خدتش وقت، شايفين البصل هنا، شايفين جماله ودلعه. شيل ده من هنا خلاص، ملوش لازمه. بس خلونا للامانه، انا لما بيجي اللحظه اللي اقول فيها معلومه غير معلومه ما بقدرش ابخل بيها، عشان بحبكم قوي على فكره. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، قشر البصل ده للامانه ما يترميش. ده ما يترميش. تعملي ايه؟ بالمناسبه عندك ميه بتغلى على النار، خليكي كده ذكيه وابعدي عن مكسبات الطعم اللي بتشتريها من اي ماركت انت مش عارفه تكوينتها ايه ومصدرها ايه وايه التركيبه. بتاخد البصل ده زي ما هو كده يا ست الكل وتحطيه في قلب الميه اللي بتغلي دي كده. هتعملي شويه رز صياديه او شوربه البصل، للامانه هتدعيلي كل ما تفتكريني. سيبهم يغلوا على النار في دقائق معدوده، هتعملي شوربه البصل في دقائق معدوده، هتعملي احلى رز صياديه. هناخد البهريز والذهب اللي نزل من الموزه بتاعتنا بالتوابل الحلوه. على فين مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون؟ ايه الحلاوه دي؟ ودرجه حراره الفرن كما هي، زي ما هي، هتخش النار وربنا يكفينا شر النار. زي ما هي كده هندخلها الفرن. هعمل تركايه هنا بقى، وارد انك تعمليها حسب الرغبه. معانا برغل في المقادير، البرغل ده مغسول ومنوع بتاع التبوله، اوعى تجيب فريك وتغلط الغلطات اللي كنت بغلطها وانا بتعلم لسه. البرغل ده دايما هو بينقذك، هتاخد منه شويه كده وتحطهم في قلبيها. يا ويلي يا ويلي، هو ده في قلب الفرن. كمان شو عينيا، انا ازعلك حبيبي. ايه فايده البرغل ده يا عم الشيف؟ ده بيمتص السوائل اللي موجوده اللي هي الشوربه، بيدي فخامه للصوص بتاعنا، بيدي شخصيه للموزه الحلوه، ومن جاور السعيد يسعد بناخد شويه شوربه. شفت انا احتجت لها ازاي؟ درجه حراره الفرن 180، هندخلها الفرن تاخد وش. دي الموزه بتاعتنا، خلصت الموزه، نخش على الاوزي. اللهم صل على النبي. بص عليها نظره الوداع، حلو. ثم اللقاء على السفره. درجه حراره الفرن عندي 180. نخش على اللي بعده نشوف اخبار الاوزي ايه. جاهز معانا، مستوي زي الفل اهو، اخباره زي تمام. رز وبسله، جزر، معانا مكسرات لوز واوميجا 3 عشان الاولاد اللي بيذاكروا وبيمتحنوا. كلنا عارفين اوميجا 3 بتنشط الذاكره، ما بتخليناش ننسى. اللي بيحب يحفظ يحفظ. ناخد الرز ده كده بنحطه في كسرولة يبرد، وده لازم عشان اتعامل معاه دلوقتي لازم يبرد. يلا يلا يلا، اللهم صل على النبي. يلا يا شباب، اهو 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 اوزي. هو ده. ايه الحلاوه دي؟ نسيبهم يبردوا كده على ما نجهز نفسنا صينيه ونعمل لنا 20 30 حبه اوزي دلوقتي عشان ضيوفنا، عشان ابني عازم صحابه. اللهم صل على النبي. نجيب صينيه حلوه زي دي كده، هو ده الكلام. بنحط فيها ورقه زبده مع بعض، واحده واحده كده واحنا شغالين عشان تبقى الدنيا ايه حلوه معانا. واعلمك ازاي تعملي الاوزي بطريقه سهله. طيب عشان تفكري تعملي اوزي يبقى عندك حاجه مهمه جدا، عندك بوله زي دي كده اهي، بوله ازاز. وبناخد العيش الصاج او خبز المرجوج او خبز الشراك، المسميات بتاعته في كل الدول العربيه، يا اما خبز مرجوج يا اما خبز بر يا اما خبز صاج يا اما بيسموه الخبز السوري. هناخد اللقمه دي كده نقطع الاطراف بتاعتها، مش عايزينها عشان اقطع الاطراف بالتساوي، باجي اعملها زي حرف مثلث. عينيا نعمين، بالشكل ده كده، ده انا مش عايزه. بحطها هنا كده بالشكل ده كده اهو. عندي مكسرات لوز، بحط لوز، يا مزاجك اللوز. عندي زبيب، بحط زبيب. واخد الاوزي بتاعنا اللي هو السخن ده كده بالمعلقه، واعبي البوله دي كده. اللهم صل على النبي، حاجه جديده. شفت الجمال ده كده؟ واضغط
زي الفل. لازم اللي احنا قلنا عليه ده علشان الايس كريم في جليم. هو ده تمام. شايفين الجو اللي انا عملته ايه؟ عملت ايه يا عم الشيف؟ حطيت شويه لوز مع شويه زبيب. اقفلها؟ ما فيش مشكله، احنا معانا واحده واثنين وثلاثه واربعه. قفلتها كده اهي اهي، وابرمها بايديا كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ صل على الحبيب. زي ما هي كده. نعمل واحده تاني مع بعض. يلا. ادي خبزه المرجوك بتاعتنا، نعملها بشكل مثلث عشان نشيل الاطراف بتاعتها، لان ده طبعا بتلاقيه عجين على الفاضي. مثلث. هو ده. طيب. هشيل دي كده خلاص اهو، وفي نفس البوله اللي معايا، طبعا حبه البركه. حاضر، عينيا اهو. معانا لوز، يا مزاجك اللوز. مش حابه اللوز ما تحطيش لوز، حط بندق، حط عين جمل، حط فستق. معانا الرز اهو. نحمر المكسرات؟ سؤال مهم جدا جالي من الكنترول. ايه المشكله لما تحمري اللوز؟ بس الزبيب طبعا ما يتحمرش حتى زي ما هو، لانه لما اتعرض لدرجه الحراره بتاعه الرز مع البسله الزبيب ده هيرجع لشكله الطبيعي، لان احنا عارفين الزبيب ده في الاصل عنب ايه؟ بناتي. عينيا. طب تخلونا اعمل بقى اتنين تلاته حلوين مع بعض، عشان لازم اطلع فاصل دلوقتي. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، نعمل لنا التلاته اربعه وندخله من الفرن. فيك تحط شويه حبه البركه على الوش، فيك تحط سمسم حسب الرغبه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، عايز بقدر الامكان اعمل لي 20 30 واحده. ايه المشكله لما نجبر بخاطر جيراننا نخبط على الباب طبق حلو فيه وزايه حلوه كده، يفتحوها يلاقوا فيها رز وبسله. فيك تحط لحمه مفرومه، فيك تحط فراخ زي ما انت عايزه. خلينا نطلع طبعا الموزه من النار عشان ندخل الاوزي مكانها. هتقولي طب يا ابو غازي ليه ما حطيتش لحمه يعني؟ كنت حطيت لنا شويه لحمه مفرومين. ما انا معايا موزه، فانا مش عايز يبقى السفره بتاعتي فيها اكتر من نوع لحمه. شفت الموزه الحلوه دي كده؟ معاها شويه شوربه حلوين جدا. ناخد الاوز بتاعنا مكان الموزه اهو. يلا نبص عليه اهو. يلا عشان وقتنا اهو. العب. اللهم صل على النبي. البصل المشوي خير ارضنا سيد الموقف. هو ده. بصل احمر ابيض حسب الرغبه. الاوز بتاعنا في الفرن، درجة حرارة الفرن عندي 180، لازم ياخد لون. أنا حاطط حبة البركة على الوش، معلية زبدة على الوش حسب الرغبة، بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، طيب، معانا دلوقتي آيس كريم، وأنا بصراحة حبيت أخلي التايم الأخير أو السيجمنت الأخير يعني عمومًا بالترتيب مع فريق العمل الجميل اللي بحترمه، علشان نشرح إيه قصة الآيس كريم في البيت. عايزة تعملي آيس كريم بالفراولة؟ أهلًا وسهلًا. آيس كريم بالفواكه؟ أهلًا وسهلًا، حسب الرغبة. الاساس عندك جيلي، انواع الجيلي في السوق او الجيلاتين يعني، عشان نبقوا عارفين المسمى بتاعه مخرجنا الجميل بعد اذنك. في نوعين، في منه نوع شفاف صغير كده عامل زي لوح البلاستيك الخفيف، وفي منه البودر. ده اساسي في تصنيع الايس كريم والكريم شانتيه او الكريمه اللباني. حلو الكلام. كل دولت لازم يكونوا موجودين معاكي في حاله لما تيجي تعملي ايس كريم بالفراوله، بالشوكولاه، بالفانيليا، بالكيوي، بالبطيخ، حسب الرغبة. طب ازاي يا عم مغازي؟ هو ده الكلام. ولكن المهم طبعا لما تيجي تشتغلي في الايس كريم، احنا شغالين في توم وبصل، لازم ان احنا ننظف ايدينا، والسكينة تتغير، والجلافز يتغير، والبلانشة تتغير. كل ده مطلوب علشان ما يكرفش منك. هو ده الكلام. بتقطعي بطيخة حلوة في قلب التلاجة، لازم السكينة تتغسل مرة واثنين والتلاتة، شكة ان فيها توم، معلقة مية زهر، معلقة مية موارد، هتعقميها او عصرة ليمونة عليها، تبقى في ايدك زي الفل. حلو الكلام؟ الايس كريم احنا طبعا مجهزين شوية حاجات مع بعض كده زي الفل. معانا الكريم شانتيه، ومعانا الشوكولا بالشكل ده كده، ومعانا الحليب البودر، ومعانا صوص الشوكولا جاهز. طب عايزين نعمله مع بعض يا شيف مغازي، ثواني كده على طول مع بعض. الخلاط معانا اهوت،
اللهم صل على النبي. اه عينيا يا نعم. المقادير على الشاشه، ايس كريم بالشوكولاته، حلو الكلام. اه المقادير على الشاشه، كريم شانتيه، حليب بودر، وجيلي لا رائحه ولا شكل ولا لون، ده موجود في اي سوبر ماركت. نبص على الاوزي، اللهم صل على النبي. اه يتحمر كده ويطلع معانا زي الفل. تعالوا نعمله مع بعض سريعا. عايز اعمل لاولادي ايس كريم، الدنيا حر، مش بقول لك ما تشتريهوش من بره، انك انت تعملي ايس كريم بالفواكه جوه البيت بتضمني ايه استخدامك للفواكه، اتغسلت ما اتغسلتش، اتعصرت سليمه ولا لا، الحاجات دي كلها مطلوبه. شويه الحليب بتوعنا، حلو الكلام. معانا صوص شوكولاته، حلو الشكل ده كده كفاية. معانا كريم شانتيه مضروب ومحطوط في التلاجة، واخد مرحلة التجميد اهو في قلب الخلاط. طبعا عندك لازم يكون في فريزر وفي درجة تبريد عالية جدا، دي مطلوبة خلي بالك. اهو الجيل اللي هو الاساس بنحطه هنا، معلقة جيل كبيرة، دي اللي بيعمل عملية المط للايس كريم، حلو الكلام. بنضربهم في قلب الخلاط، اهو اهو طلع معانا زي الفل، كانك بتعملي مايونيز. اهو نشغل خلاط تاني. اهو حاضر، بس خلاص زي الفل. ده الطبيعي، نشيل دول كده مع بعض وتعالوا نشوف ايه اللي نضرب في الخلاط. كل ده على ايدك يا تاجر. اهو الطبق الحلو ده كده، طلعنا الايس كريم اللي انت عملته على الهواء. اهو اهو بص عليه كده، عيني حاضر. اهو اهو يا فندم، اهو اهو ده الايس كريم. ده لازم عمليه التبريد تتم في الفريزر عندك 20 تحت الصفر، يخش الفريزر تبداي تقلبيه طبعا وتغرفيه لاولادك بمعلقه بتاعه الايس كريم، بتجيبي شويه ميه دافيين وتحط المعلقه كل ما تغرفي علشان تتسلك معاكي وتبقى زي الفل. اهو ادي الايس كريم بتاعنا يا عم الشيف. نطلع الاوز مع بعض كده سريعا. اهو حاجه اتعملت كده بسرعه بتفاصيلها، واتكلمت عن اساسياته مع بعض، واحنا معانا لقاء تاني بعد الهواء مباشره اللايف، هنشرح تفاصيل عمل الايس كريم. بس خلونا اطلع الاوزي طبعا علشان حضراتكم تشوفوه. نوسع كده. اه ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. اه اوزي بالخضار بحبه البركه. عينيا حلقتنا النهارده فيها بساطه، فيها سهوله، فيها مرونه. كنا حارسين كل الحرص ان احنا في عجاله نشرح حاجات مطلوبه مننا عشان جو الحر، ازاي نعمل الايس كريم بالشوكولاته، عملناها لحضراتكم بطريقه بسيطه وسهله. عملنا الاوزي بحبه البركه مع الخضار، عملنا موزه حلوه لطيفه بالبصل المشوي من خير ارضنا. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيروت.